صباح الخير أحبائي، إحنا رح نبدأ اليوم مع موضوع سر التوبة. معكم المعلمة إليانا الشيخ. أنا بعلم هذا الموضوع في صفوف العاشر حتى في إمكانية لحديد الثاني عشر. بحب أبدأ معكم أحبائي بصلاة، زي ما علمنا الرب يسوع إنه أي مهام وأي خدمة وأي خروج من بيوتنا وأي عمل بدنا نعمله نقول أبانا، لأنه هو أعطانا هاي الإمكانية وهذا الحب إنه إحنا نسميه أبونا. فتعالوا أحبائي نبدأ صلاتنا حتى نقدر نبدأ درسنا. المجد للآب والإبن والروح القدس الإله الواحد، آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفافة يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوى والمجد من الآن وإلى الأبد، آمين. المجد للأب والإبن والروح القدس الإله الواحد، آمين. رح نتعلم أحبائي في هذا الدرس درس التوبة. وقبل ما أقرأ لكم المواضيع اللي رح نتعلمها بهذا الدرس، بدي أذكر كلمة توبة، لأنه إحنا كل إنسان على وجه الأرض أخطأ تجاه نفسه، تجاه الله، وتجاه أخوه الإنسان. وكلنا بحاجة إنه إحنا نراجع أنفسنا ونتوب عن أخطائنا. هذا كان بالأساس بتاريخ خلاصنا، إنه الله أراد بعد الخطيئة الأولى اللي عملها آدم وحواء منذ الخليقة إنه هو يسعى لخلاص الإنسان، حتى بعد ما أعطى الإنسان كل الأشياء اللي هو بحاجة لها، أرض، غذاء، مأكل ومشرب، أعطاه كل النعم وقال له هاي لإلك، بس أنت عيش الحياة بفرح وبدون خطيئة، وإنك أنت تستغل هاي النعم بحياتك. لكن الإنسان أخطأ بأنه هو لم يطيع الله ولم يعمل بمشيئته، وهيك بنشوف إنه الخطيئة أفسدت هاي العلاقة بين الله والإنسان. لكن الله يريد تصحيح هاي العلاقة ومراجعتها وإعطائها كمان مرة، إن يكون هو أبونا وإحنا أبناؤه لما إحنا منتو. نتعلم بهذا الدرس أحبائي عن سر التوبة، عن الخطيئة وأنواعها، عن خدمة المصالحة، عن مراحل سر التوبة، وحياتنا ما بعد التوبة. وإذا بنتطلع على الأيقونة اللي وضعتها على الشريحة اللي أمامكم، حبيت أحط لكم إياها حتى تشوفوا إنه ربنا دائماً فاتح إيديه لكل إنسان خاطئ، ومش إيد واحدة. إذا تشوفه هو يحضن ويضم الإنسان بإيديه التنتين، والإنسان راكع وجاي لعند ربنا يطلب هاي المغفرة، والله حاضر إنه يعطيه هاي المغفرة. وإستك بدنا نحكي كيف بتتم هاي المغفرة، كيف بتتم التوبة، وقديش هي إشي كتير مهم بحياتنا إنه إحنا نستمر في حياتنا بموضوع التوبة. سر التوبة، إحنا نقول سر لأنه هي علامة اللي هي بتدل على شيء داخلي روحي يعيش بداخل الإنسان. إحنا منعيش الحب ومنقول الحب بأعمالنا بتصرفاتنا. ما مكتوب على تمنا كلمة محبة، هذا هو السر، إنه إحنا منعيش الإشي تنكتشف نعمته وغير منظور لإلنا، لكن هو موجود. شكل حنقول عنه سر، يعني الإنسان اللي بيقول بداخله إني أنا بدي أتصالح مع أخوي الإنسان وبيروحه بيصالح، هاي النعمة اللي بداخله إنه هو بيراجع نفسه وحابب إنه يصالح أخوي الإنسان. سر التوبة هو سر مصالحة بين الإنسان والله، بين الإنسان وأخوه الإنسان، ومصالحة الإنسان مع ذاته. يعني الإنسان ممكن يخطئ تجاه ربنا، ممكن يخطئ تجاه أخوه الإنسان، وممكن يخطئ تجاه نفسه لنفسه.
كمان الإنسان نفسيته حياته كتير مهم إنه أنا أهتم فيها، زي ما أنا بهتم بمأكلي وبمشربي وبدراستي، كمان بهتم بإيش أنا عم بقول وإيش أنا عم بتصرف. هذا هو إنه أنا أصالح نفسي، أكون راضي عن نفسي، راضي عن الأمور اللي أنا عم بعملها، أصالح الله إذا أنا أخطأت في وصاياه، أصالح الإنسان إذا أنا جرحت شعوره، جرحت حياته، عملت ذنب تجاهه. إذن المصالحة هي تتم على ثلاث أصعدة: مع الله، مع أخوي الإنسان، ومع ذاتي. سر التوبة هو لقاء، هو لقاء بين توبتنا ورحمة الله، حيث نكتشف عمق محبة الله نحونا وحقيقة خطيئتنا. لما أنا بلقي مع التوبة تبعتي إن أنا تبت، أنا مثلا آخذ إنه أنا بطلت أكذب، أوكي، بطلت أكذب، بشوف إنه ربنا رحمني إنه قبل توبتي، رغم إن أنا كاذب 100 كذبة أو 1,000,000 كذبة، قبل ربنا توبتي، بشوف إنه هو رحمني، غفر لي، وببدأ أكتشف كل مرة لوين واصل ربنا بعمق محبته لإلي، قد ايه بيقدر ربنا يستحمل اخطائي، قد ايش هو مستعد انه يغفر لي، وقد ايه هو مستعد يخليني ارجع واوقف على اجري واكمل مسيره حياتي. وكمان بعطيني رؤيه اشوف حقيقه خطيئتي. احنا بنشوف في كثير ناس بموتوا ضميرهم، مش شايفين حالهم عم بيغلطوا، بقولوا انا ما غلطتش، انا مش غلطان، انا بتاسفش، انا ما عملتش اشي، مش انا، أو بتهم غيره، مش أنا اللي عملت هاي الخطيئة. إذا ربنا يريد منا إنه إحنا نشوف إنه نعم إحنا أخطأنا حقيقة خطيئتنا ونعترف فيها. وهيك كل مرة أنا بشوف حقيقة خطيئتي وإن أنا بحاجة لتوبة، إنه أنا مش إنسان كامل، مدعو إني أغلط، مدعو إني أتوب، هيك أنا بكتشف كمان عمق محبة الله. التوبة المسيحية هي ارتداد قلب الإنسان الذي يعترف بمحبة الله تجاهه، والانطلاق في مسيرة تتضمن مراحل طويلة يدرك فيها الإنسان أكثر فأكثر تلك المحبة. ارتداد قلبك، عن إيش بدك ترتد؟ أنت كل مرة بتراجع نفسك عن الخطيئة وبتكتشف خطيئتك وبترتد عنها وبتحاول إنك أنت ما تعملها. بعطيكم مثل كان كتير حلو في العهد القديم، لما يوسف اللي باعوه إخوته في أرض مصر، حاولت إنساني إن تغويه وإنه يوقع بخطيئة الزنا. شو عمل يوسف؟ حمل حاله وهرب من هذا، من هاي المحاولة، من هاي عمل الزنا، حمل حاله وهرب، ترك الخطيئة، ما قبل إنه يستمر فيها. فإحنا ما منقول يرتد القلب، يعني أنا برد قلبي عن إنه يعمل خطيئة، بساعده إنه ما يكملش إنه يعملها ويعترف بمحبة الله تجاهه وإنه ينطلق في هاي المسيرة. مرات بتاخد منا وقت إنه إحنا نكتشف خطيئتنا وإنه إحنا نقرر إنه نتوب وإنه نعترف بأخطائنا، بس حتى لو طولنا، دائما ربنا بيقولنا دايما تعالوا توبوا. وكمان هو بدي رسالته ربنا على الأرض بكلمات: توبوا فقد اقترب ملكوت الله. وقال كمان إشي كتير حلو بموضوع التوبة، إنه مش كل إشي، مش بالخبز يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فمي. يعني إحنا مدعوين إنه ننبه لإيش عم نحكي وكيف عم نتصرف، لأنه هذا الحكي رح يطلع من قلوبنا وأفكارنا. إذن هي مسيرة طويلة، لكن يدرك فيها الإنسان كل مرة درجة جديدة وخطوة جديدة نحو الله ونحو محبته اللي هي لا متناهية. برقم 4 منشوف في سر التوبة: نشترك في فسح المسيح الخلاصي وتجديد المعمودية والتحرر من عبودية الخطيئة. الفسح المسيحي ربنا بفدائه على الصليب عبر من الموت إلى الحياة، والمعمودية تعبر فينا من الخطيئة إلى التوبة، من حياة الموت إلى حياة أبدية. أنا أتحرر بإرادتي
يقول لنا يسوع المسيح الحق يحرركم. أنا ما عم بحكي عن تحرير أرض ولا بقعة أراضي ولا مساحة معينة، إنما التحرر هون تحرر الإنسان من الخطيئة اللي موجودة بتفكيره، في قلبه، في أعماله. هذه المقصود هنا. إذن أنا بالسر التوبة بشترك بألام المسيح وبموت المسيح على الصليب، وأخرج من هذا بتوبة للحياة الأبدية، للتحرر من إشي اسمه إن أنا أكون عبد للخطيئة، إنما أكون أنا حر بكامل حريتي أعمل مشيئة الله. الإنجيل المقدس بخبرنا على يسوع حكى عن مثل الابن الشاطر. بهذا المثل بيقولنا يسوع إنه كان في إنسان عنده ابنان. الأصغر بيقول لأبوه أعطيني القسم الذي يصيبني من المال وأعطيني معيشتي. وبعد أيام هذا الابن الأصغر بيجمع الأموال، بيجمع كل ميراثه وبيروح على قرى بعيدة عن بلد أبوه. وهناك بخبرنا يسوع إنه ببذر كل أمواله، بيعيش كتير مبذرة، فبتخلص وبنفق كل مصرياته، بتخلص مصرياته وميراثه، وبصير في جوع بهاي البلد وبصير يحتاج، فبروح بدور على شغل عند شخص وبعيش عنده، باكل من شغله عنده، وبيكون عايش عيشة فقير لأنه ما معه هذا المال اللي ورثه من أبوه. وهو قاعد، وهون النقطة اللي كتير مهمة بموضوع توبتنا، بيفكر إنه أكم من أجير عند أبوي بيعطيه خبز وبعطيه معاش، وأنا هون قاعد جوعان، أنا بدي أقوم وأروح لعند أبوي وأقول له أخطأت إلى السماء وقدامك، وأنا لست مستحقاً أن أدعى لك ابناً، اجعلني كأحد أجراك. فبصير يفكر إنه هو لازم يروح عند أبوه ويطلب المغفرة والتوبة. هذا الابن هو بيشبه حالتنا، إنه إحنا نراجع نفسنا وإنه إحنا بدنا نروح لعند أبونا السماوي ونطلب منه التوبة ونقول له إني لست مستحقاً أن أدعى لك ابناً لأنه أنا أخطأت إليك، أخطأت إلى السماء، أخطأت إلى وصاياك اللي أنت حبيتني وعطيتني كل شيء. منشوف بهذا الولد لما بوصل على البلد عند أبوه، أبوه بيشوفه، أبوه بيلتفت لإله وبيروح لعنده بيضمه لأحضانه وبيقول للخدام إنه طلعوا لي اللباس، جيبوا لي الخاتم، حضروا لي الغذاء، بدنا نفرح الليلة وبدنا نفرح كتير لأنه هذا ابني كان ميت فعاش وكان ضال فوجد، ولازم نفرح لإله. منشوف إنه بالفعل حياة الخطيئة هي حياة موت، هي حياة بعيدة عن حب الله لإلنا. فلما إحنا منتوب نرجع للحياة الحقيقية، الحياة الأبوة، حياة الأبناء اللي دايماً بيسعوا إن نتوب عن أخطاء، وساعتها إحنا نستحق أن نقول للآب أبانا، أبانا حاضر دائماً. وهذا اللي عم بفرجينا إياه يسوع بهذا المثل وبشدد عليه وبيقول يا بني أنا أحبك، أنت معي، كل إشي عندي يا لإلك. شو بتنا إحنا أكثر من إنه ربنا أعطانا جسد ودم على الصليب، أعطانا كل شيء، أعطانا كل إشي. هو دفع ثمن خطيئتنا، ثمن الخطيئة أجرتها الموت، وإحنا لما منتوب ناخد حياة لأنه يسوع دفع هذا الثمن ومش إحنا رح ندفعه، إنما إحنا مدعوين إن نقول نعم يا رب أنا لست مستحقا أن أدعى لك ابنا، إنما أريد التوبة لأنك أنت يا رب إله محبة، أنا بدي أرجع أعيش، أنا بدي أرجع من المحل اللي أنا كنت ضايع فيه، بدي إياك تلاقيني يا رب. مثل ما هذا الأب لقى ابنه وحضنه وعمل له وليمة فرح، إذن كل توبة هي عبارة عن فرح، فرح سماوي. نتقدم أحبائي ومنشوف شو هي الخطيئة. الخطيئة هي رفض الله في حياتنا،
مخالفة وصاياه والتصرف بأنانية. بوصفنا الكتاب المقدس إن الخطية هي رفض لله ونقض العهد وخيانة لصداقته. الخطية أنواعها: خطيئة مميتة، موضوع خطير مميتة بيكون الإنسان عملها عن قصد وعن معرفة وإرادة. بعطي مثل: لما أنا بروح بقتل أخوي الإنسان بقتله عمدا وقصدا. خطيئة عرضية هي الموضوع بسيط وصادر عن معرفة غير تامة وإرادة غير كاملة. جذور الخطيئة تبدأ بقلب الإنسان وإرادته الحرة. أنا بحريتي أسيء، أنا بحريتي أقتل، أنا بحريتي أزني، أنا بحريتي بسرق، أنا بحريتي بكذب، أنا بحريتي بشتم. إذا بدنا ننبه أحبائي كيف إحنا نطلع من قلوبنا الجذور التوبة ومش جذور خطيئة، نفكر أفكار إيجابية. يسوع بيقولنا إن ابن الإنسان له سلطان يغفر به الخطايا في الأرض، ونراه يمارس هذا السلطان. بيقول لكل إنسان وصل لعند يسوع، يسوع أول إشي كان يقول له: غفرت لك خطاياك. للمخلع قال له: مغفورة لك خطاياك، قم واحمل فراشك وامشي. أعطى يسوع للكنيسة هذا السلطان حتى تمارسوا باسمه، وقال هذا الاشي ونفخ فيه الروح القدس. قال لهم: خذوا الروح القدس، من غفرتم خطاياهم تغفر لهم، ومن امسكتم عليهم الغفران يمسك عليهم. لهيك احنا هذا الموضوع رح نتحدث عليه لقدام، كيف احنا عن مين منروح منتوب ولمين منحكي خطايانا. مفهوم سر التوبة هي خدمة المصالحة التي يقوم بها الرسل وخلفائهم الكنيسة، ليس فقط بدعوة الناس إلى التوبة، بل أيضا بغفران الخطايا في سر التوبة. إن هذا السلطان هو هبة عظيمة من الله لكنيسته حتى يصالحنا، كي يصالحنا معه ومع الآخرين. بدنا ننطلق للمهمة الأولى أحبائي، وبدنا نحضر الفيلم التالي وبعدها نتحدث مع بعض. أحبائي، قبل ما نطلع على الفاصل الاستراحة، إحنا شاهدنا الفيلم وبدنا أسألكم سؤال: من هو الشخص الذي أراد رؤية يسوع وصعد إلى شجرة الجميزة ولماذا؟ بعد الفاصل رح نحكي جواب هذا السؤال.
احنا حضرنا مقطع صغير من زكا العشار. زكا كان جابي ضرائب، وبهذيك الفترة بأيام المسيح جبات الضرائب كانوا من الأشخاص اللي كتير مكروهين بهذاك المجتمع. السبب إنه كانوا يجبوا من الناس ضرائب للهيكل للاحتلال الروماني، وكانوا ياخذوا كمان قسم منه لإلهن، فعشان هيك كان هن كمان كانوا غنيا كتير، وكانوا الناس على قد حالهم فقراء، كان ينجب منهم أكتر من اللازم، فكان بالنسبة لهم هدول الناس خاطئين جبات الضرائب، لأنهم كانوا ياخذوا أكتر مما هن بيستحقوا وبيستاهلوا. فكان واحد من هدول الناس هو زكا. زكا كان يقعد كل يوم يجبي ضرائب، وكان يسمع إنه في واحد اسمه يسوع عم بيجي وعم بيغفر للخطايا للخطأ، وبحب الناس كثير، وعم بيشفيهن من أمراضهن، وعم بيشفيهن من خطاياهن، وعم بيدخل بيوتهن وعم بلمسهن. فبلشت فكرة بقلبه لزكا إنه هذا الإنسان اللي أجى على هاي المنطقة عن جد عم بيحب كل البشر كل الناس، في هيك إشي؟ لأنه الناس بحبونيش أنا، فمعقول إنه هذا الإنسان يحبني؟ أنا بدي أروح أشوفه. لما نعرف زكا إنه يسوع رح يمرق بأريحة ورح يمر بالمنطقة، فقال هاي فرصتي إني أنا أروح بس أشوفه مين هو، مين هذا الشخص اللي عم بحب الناس وعم بغفر لهم خطاياهم. فلما لقى إنه في كتير جموع والناس ما رح تخليه يمرق من بيناتن، لأنه هيك هيك هو مكروه ومش محبوب بيناتن، فما رح يعطوه فرصة إنه يقرب على يسوع. فقال أنا بدي أشوفه. كان عنده إصرار وإرادة كاملة إن أنا بدي أشوف يسوع. بتفكروا مين اللي شعر بهذا الكلام بكل الحوار اللي دار بقلبه لزكا؟ زكا الخاطئ اللي سمع صوت قلبه وارتداد قلبه وحبه الكبير إنه هو حابب يلتقي مع ربنا يسوع. بينما الجموع ما رح يسمعوا شو أنت بتفكر في داخلك وفي قلبك، وقديه أنت عم بتحب إنك تغير حياتك للأفضل. الناس تحكم على البشر بطريقة كتير سلبية أهون مما أنا أفكر بالطريقة الإيجابية، لكن الله لا يتعامل مع الإنسان بهاي الطريقة. ومنشوفه والدليل زي ما شفته بالفيلم، زكا صعد إلى الشجرة ووقف لأنه كان قصير من ناحية طول. يسوع لما مر من حد الشجرة لمين رفع عينيه؟ بس لزكا. رفع عينيه عند زكا وقال له انزل يا زكا، أنا اليوم جاي لعندك. يعني كل الأفكار اللي كانت بقلب زكا إنه عن جد يسوع رح يحبني، عن جد يسوع رح يشوفني، عن جد أنا رح أخذ هاي التوبة. نعم، جواب ربنا نعم. واليوم إذا أنت عندك تساؤلات حول خطيئتك وقدي كبرها وقدي وسعها وقدي أنت أزين، اليوم ربنا عم بيقول لك نعم، أنا سامعك وأنا شايفك. المهم إنك أنت تكون عندك هاي الإرادة، إنك أنت حابب، إنك من قلبك طبعا، إنك أنت ترتد عن خطيئتك. بنهاية الفيديو بتشوفوا إنه زكا بيوقف وبيقول لربنا أنا بدي أعطي نصف أموالي وبدي أوزع للفقراء، اللي وشيته بمبلغ بدي أعطيه 4 أضعاف. لكن هن الناس كالعادة توجههم سلبي نحو أشخاص معينين بالذات الخطأ، ضحكوا بصوت عالي، فكروا عم بمزح أو عم بحكي حكي مش مزبوط. لكن كان صادق، وصدقوني أحبائي ربنا بيعرف صدقنا من نوايانا ومن كلامنا. لما نزكى قام وحمل المصاري بين إيديه وفرج ربنا إنه عن جد بده يتوب وبده يرجع كل هذا اللي سرقه من الفقراء، شو ربنا قال؟ ربنا قال جملة جوهرية ورح يقولها كل مرة أنت بتروح وبتتوب، فما تتردد، رح يقول لك اليوم حصل خلاص لهذا البيت، لأنه ابن الإنسان، يسوع بقصد عن حاله، هو ابن الإنسان، جاء ليخلص الخطأ، جاء يريد رحمة لا ذبيحة. هذول الناس بقدموا ذبائح بصوموا وبيصلوا بس ما عندن رحمة، ما كان عندن رحمة لهذا الزكا، ما كان عندن رحمة للخاطئ، لكن ربنا يريد رحمة
لا ذبيحة. ربنا يريد الأفضل للإنسان ومش الإنسان يهلك. الخطيئة تهلك الإنسان وبتخليه دائما تعيس وحزين. فإذا تعال نتعلم اليوم من زكا إنه نتشجع حتى لو الناس اللي حوالينا بنضحكوا علينا، إحنا حاضرين إنه نتوب. كيف نتوب؟ في عندنا مراحل لسر التوبة، وكيف إحنا ممكن نواجه أخطائنا، وكيف نوصل للمرحلة اللي وصلها زكا لخلاص نفسه. نبدأ بالمرحلة الأولى واللي هي بتحكي عن فحص الضمير. بيقولنا فحص الضمير هيك: وقوفنا أمام ذواتنا بالصدق وشجاعة، ننظر إلى أنفسنا أمام الله بصفاء وسلام وعزم، نفحص حياتنا في كلمة الرب، فكرنا، قولنا، فعلنا، إهمالنا. يمكن أن تساعدنا الوصايا العشر أو عظة يسوع على الجبل. بعطي أمثلة هون أحبائي حتى نفهم كيف أنا بتم فحص ضميري. ربنا وضع بكل إنسان ضمير، إحنا منترجمها صوت الله داخلنا. في جواتنا إحنا منسمع صوت الله بصوت ضميرنا. حتى لو كذبنا على كل اللي حوالينا، في إشي من جوا بداخلنا بيقولنا أنت كذاب، أنت الكل صدقك بس أنت من جوا عارف أنك أنت كذبت. يمكن أنا سرقت، يمكن كل الناس ما شافوش كيف سرقت وقدي سرقت وعن مين سرقت، بس جويتك أنت داخلك أنت بتعرف منيح أنك أنت سرقت. فشو ربنا بيقولنا؟ اعملوا فحص ضمير، كونوا صادقين، كونوا شجعان بشجاعة وبكل وقار، وقفوا حتى تعيشوا هذا الصفاء والسلام. وإرادك عالي إنك أنت بدك تفحص حياتك في كلمة الله. راجع فكرك، شو عم بتفكر؟ أفكارك شريرة ولا أفكار حلوة؟ هل أنت عم بتقول أقوال فيها خطأ، فيها شر؟ أنت عم بتفكر بالانتقام؟ أنت عم بتفكر بإنك تعمل أشياء غلط سلبية؟ فكر بأفعالك، بإهمالك. في كثير ناس بتفكر إنه شو يعني إذا تأخرت على موعد شغلي، شو يعني إذا تكسلنت. لا، كل عمل بقدمكاش لقدام بمحبة، أنت بدك تفكر شو عم تعمل. أنت بدك ما تستهين بالإشياء اللي أنت عم بتفكر فيها وعم تعملها وتقول هاي مش خطية، هاي خطية صغيرة، هاي خطية بيضة مش القدي أو رمادية. لا، عند ربنا ما في هيك إشي. عند ربنا في خطأ أنت عملته، أنت بحاجة توقف قدام ضميرك تفحصه وتقول نعم أنا أخطأت، هاي خطيئة وأنا بدي هاي الخطيئة أفحصها حتى أنا أحسنها وأتوب عنها. ربنا حطينا الوصايا العشر حتى يساعدنا، لما قال لا تشتهي ممتلكات غيرك، لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، لا تحلف باسم الله باطل، أحب قريبك كنفسك، أحبب إلهك من كل قلبك. ربنا واضح، واضح إيش بده إيانا إحنا كيف نتقدم بحياتنا بحسب الوصايا. كمان إشي، يسوع أكمل هاي الوصايا وأعطاها الكمال لما وقف على الجبل وأعطى وعظة بموضوع التطويبات. قال طوبى لصانعي السلام، طوبى للرحماء. إذن شو عم بيقولنا يسوع؟ بده إيانا نكون رحومين، بده إيانا نصنع السلام، بدنا يكون إحنا نحب بعضنا البعض، نسعى لبعضنا البعض بإمكانيات كتيرة، لأنه هاي التفكير اللي بيعبي فكرنا إيجابي. كل فكر شرير وخاطئ بيهرب منا من غير ما إحنا نشعر، إنما بيصير حقيقة لما أنت بتفكر إنك تعطي من حياتك ومن مساعداتك. بتبطل تفكر إنه أنا بديش أساعد، بتصير دايما تفكر على طرق كيف تساعد. فالفكرة الإيجابية بتصير تكبر وتكبر وتكبر لأنك أنت عملت فحص ضمير لنفسك وواجهت خطأك. منشوف إنه بالمرحلة الثانية ربنا بطلب منا إنه نندم. الندامة، إنه أنا الندامة هي مقت الخطيئة من كل قلوبنا وأن نرفضها. الندامة هي ضرورية لقبول الغفران والعودة إلى المصالحة مع الله. وكيف إحنا ممكن هذا الإشي نعمله؟ كيف يعني إنه أنا أكره الخطيئة من كل قلبي وإن أنا أرفضها؟ إحنا كل يوم بحياتنا اليومية نتعرض
لضغوطات لظروف معينة منضطر فيها مرات نوقع من غير قصد بخطية. مثلا اليوم إذا أنا طالب بالمدرسة ممكن يصير في عندي مرات إهمال بوظائفي، ومرات بقول أنا عندي أعذار ليه أهملت، بس مرة على مرة لما بيكثر الإهمال عندك بتشوف لوين وصلك. لما أنت كشاب اليوم عم تأخذ رخصة السواقة وعم تسرع بالشارع وعم ممكن تأذي الناس آخرين، أنت فرحان بحالك، لكن إذا أنت بتفكر منيح كيف أنت تقود سيارتك وكيف أنت بأي سرعة تمشي، وإنك أنت بترفض السرعة لأنك أنت بتعرف منيح كل سرعة في وراها حادث، فأنت بتكره هذا الإشي ما بتعمله. وهذا اللي بده إياه ربنا، إنه إحنا نكره الخطية، نرفضها من كل قلبنا. أنا لما بكون مسؤول عن قيادة السيارة أكون مسؤول بكل معنى الكلمة إن أقودها صح. أنا اليوم عندي أهل أب وأم، أنا أطلب من قلبي إن أنا أكرمهم، إن أنا أعرف كيف أحكي مع أبوي وأمي. لما أنا بفلت لساني وببدأ أشتم أهلي أو ممكن أسيء لإلهم أو أكذب عليهم، أنا أكره هذا التصرف وأراجع نفسي، لأنه ربنا بقول أكرم أباك وأمك. فعندي إمكانيتين، يا إما أنه أنا لا أحترمهم وأنا أضايقهم وأهمل بعنايتي لإلهم، أو أنا عن جد أوقف وقفة اللي أنا من كل قلبي أكره الخطية وأعمل الإكرام الكامل لأبوي وأمي. في كل مرة أنت تكره الخطية أنت أمامك خيارين، يا أنك أنت تحب الخطية وتستمر فيها وتعملها بكل أيام حياتك، يا أنك أنت توقف وتقول أنا أكره الخطيئة وأنا بدي أحسن حالي وأجرب. كتير ربنا بيقدر، وبدي أقول لكم إياها بكل صدق لأنه ربنا وعد وأمين وحكمته كبيرة. ربنا كتير بيقدر كل اجتهاد إنساني أنت بتعمله أنك أنت تهرب من الخطيئة. كل مرة أنت تعمل كل جهدك انك ما تروح لهاي الخطيئة، ربنا بيقدر عم بيشوف قد ايه انت عم بتحاول، لانك انت عم تندم على هاي الخطيئة. ان دائما مرات بتسبب لنا انه احنا نبكي على اخطائنا، زي ما عمل بطرس. الانجيل بكي يخبرنا انه بطرس بكى بكاء مرا لما انكر يسوع 3 مرات. وإذا منتخيل شكله لبطرس وهو عم بيبكي، يمكن نشوف إنه كل دموعه غرقت أواعيه قد ما بكي، لأنه عبر عن ندامي فظيعة إنه أنا عن جد أنكرت يسوع 3 مرات. هذا يسوع اللي كان معاي بالسفينة وقال لي إلقي شبكتك، وأعطاني خير وأعطاني نعمة وأعطاني كل الحب على الصليب، فدى نفسه علشاني. أنا كنت بستاهل إن أنا أعمل مع ربنا بهاي الطريقة. الندامة الحقيقية أحبائي بتولد عن جد توبة حقيقية. ندامة مش حقيقية ما رح تخليك تتوب حقيقة، إنما بتكون توبة نص نص خفيفة، بس مجرد واجب عليك إنك أنت تعمل توبة. لكن اسعى دائما أحبائي، اسعوا لندامة حقيقية من قلب قلبكم. احنا قلنا ان يسوع اسس كنيسته واعطاها الروح القدس، والروح القدس يقود الكنيسه. ولما يسوع طلب من تلاميذه بعد حلول الروح القدس اذهبوا وتلمذوا وعمدوا واعملوا التوبه للناس، كان ربنا واضح انه من يحل له اخطاءه في الارض تحل في السماء، وما يربطه في الارض يربط في السماء. شو قصده يسوع بهذا الكلام؟ ما يربط في الأرض يربط في السماء، أو ما يحل في الأرض يحل في السماء. بقصد ربنا إنه أنا أقر بأخطائي أمام الكاهن. الكاهن عنده سلطة، هو يمثل المسيح. لما أنا باجي عند الكاهن وبقول له أخطائي وبقول له كل أخطائي، بخبيش عنه ولا إشي، لأن أنا بكون عامل فحص ضمير، عارف حالي شو أنا أخطأت، حاطت قدامي الخطايا اللي أنا بدي أحكي عنها. هاي الخطايا هي قدام الكاهن أنا بقرها، كأني عم بقول لها يسوع، لأنه الكاهن هو ممثل يسوع على الأرض. فأنا ما بحكيها ليسوع، للكاهن. الكاهن شو بيعمل؟ بيرشدني، هو بيكون الأب
والمرشد بيساعدني كيف أنا أتخطى خطاياي، برشدني إني أنا أعمل حسب الإنجيل، وبشجعني كمان مرة إني أوثق بنفسي وأوثق برحمة الله. لأنه مهما أكون خجلان، في ناس بيحاولوا يقولوا أنا خجلان أحكي هاي الخطيئة للكائن، أنا مستحي أقولها. لا، ما تستحي، لأنه ربنا رحمته كتير واسعة، ومهما كانت خطاياك هو أخذها على عاتقه، هو حملها على الصليب، فتعال عنده بشجاعة وبقوة، بقوة بثقة إنه رحمة الله وحب الله لإلك غير متناهي، غير محدودة، إلا إنما إلى الأبد. هذا اللي بده إياه بدنا ربنا، إنه نذكر خطايانا أمام الكاهن. الحل هي الكلمات اللي بيقولها الكاهن لما بحلنا من خطايانا، مثل كلمات يسوع: مغفورة لك خطاياك، كلمات تمنح المقبل على سر التوبة الغفران من خطاياه. الكفارة اللي هي الكاهن بيعطيها بعد الحل للإنسان المعترف، بطلب منه إنه يصلي، يعمل عمل خير. وكثير حلو إنه إحنا نعوض الأضرار اللي عملناها بأخونا الإنسان، إنه نعوضه، وبهاي بيكون علامة لأنه عنا إرادة كبيرة إنه إحنا نغير حياتنا. يعني ممكن الإشي اللي بقوله إسا شوي صعب على بعض الناس إنه يعملوا، إذا أنا سرقت وبقدر أرد السرقة اللي أنا سرقتها، ربنا فاتح باب الرحمة لإلك إنك أنت روح تشجع وروح رجع السرقة. إذا أنت شتمت شخص، روح واعتذر منه. مزبوط أنت اعترفت للكاهن، بس فش أجمل من أنك أنت تصالح أخوك الإنسان اللي أنت ضريته، اللي أنت أسأت لإله، وهذا كتير بخليك راجع فرحان كتير. إحنا بنقدر نقول صلاة الندامة بطريقة كتير حلوة بتعبر فيها عن ندمنا. بنقول إني نادم بكل قلبي يا إلهي على جميع خطاياي، لأني بها أهنتك، أنت خالقي وأبي، وأقصد بنعمتك أن لا أعود إلى الخطيئة، بل أن أحبك على كل شيء، فبحق ألام مخلصنا يسوع المسيح يا رب ارحم. الكاهن زي ما قلنا بيعطي كلمات المغفرة الخطايا من كلام يسوع، ورح أقولكم شو بيقول: أنا أحلك من جميع خطاياك باسم الآب والابن والروح القدس بالثالوث الأقدس. الكاهن يمنحنا مغفرة الخطايا لأنه الآب أعطاها الحقيقة أنه هو يقوم فيها. حياتنا ما بعد التوبة هي حياة نقطة انطلاق نحو تجديد حياتنا، منعود لحياتنا اليومية، بس هاي المرة منعود عودة كتير حلوة، عودة جميلة فيها حب، إنه إحنا بدنا نكمل حياتنا ونشبه يسوع ونعيش كأبناء لله. ما رح نيأس إنه سقطنا في الخطيئة، بدنا نقوم ونتحرر من أنانيتنا ونسير في طريقة المحبة لله ولقريبنا، ونتذكر دايماً إنه رحمة الله كبيرة وواسعة كتير لا حدود لإلها، وهو دايما مستعد يسمعنا، ومستعد أن نبدأ بداية جديدة، ودايما عنده صبر وطول أنات. حتى لو كثرت خطايانا وتعظمت، ما تخجل إنك تيجي بقلب كبير وبقلب حقيقي وبإرادة قوية. وحكيت لكم بالبداية عن حريتنا الشخصية، إنه إحنا نتوب ونكمل حياتنا بهاي التوبة. منلخص شو حكينا من خلال الأسئلة اللي أمامنا: حكينا عن الخطيئة، إنه هي كسر لوصايا ربنا وعصيان وصايا. التوبة الحقيقية بالنسبة لإلنا كمسيحيين هي توبتنا عن أخطائنا، لأنه يسوع أعطى مغفرة الخطايا على الصليب، هو دفع ثمن هاي الخطيئة. شفنا مع بعض إنه جذور خطيئتنا بتبدأ من أفكار قلوبنا، لأنه لما أجوا عند يسوع سألوه شو اللي بنجس الإنسان، قال لي مش اللي إيش بأكل الإنسان وإيش بشرب وإيش بيدخل على جوف الإنسان، إنما ما ينجس الإنسان هو ما يخرج من قلبه، من أفكاره اللي بفكر فيها وأعماله وإيش بده يحكي. فتعالوا نفكر إنه جذور خطيئتنا من اليوم قلبنا يتحول لقلب إيجابي وإرادي وحرة. أنواع الخطيئة حكينا إنه في
خطايا اللي هي مميتة مثل القتل والزنا والجحود وإنكار الله بحياتنا. وحكينا عن أنواع الخطيئة اللي هي الخطيئة العرضية اللي هي بدون قصد وعن دون إرادة، مرات بتصيبنا إنه منكذب، منهمل، منسئلة أو منحكي على حدا، مرات إحنا منوقع بهاي الخطايا منسميها الخطايا العرضية، وبرضو هاي الخطايا إحنا مدعوين إنه نتوب. سر التوبة هو سر عظيم جداً، بس بدل على إشي واحد، إنه الله محبي. لو ما كانش في توبة كان الإنسان بضله زعلان من حاله، أنا مش نافع، أنا مش عارف أساوي حياتي منيح، أنا مش عم بسعد اللي حوالي، مش عم بفرح بحياتي. سر التوبة أجت يقول لك غير مسار، زي ما إحنا منحط بوسائل تكنولوجيا منغير مسار معين، منكون رايحين رحلة معينة ومنغير مسار. اليوم يسوع يدعوك غير مسار حياتك، التجئ لمسار التوبة وكمل حياتك. خدمة المصالحة المقصود فيها إنه أنا أتصالح كمان مرة مع ربنا، مع أخوي الإنسان، ومع نفسي. فيش أحلى من إنه يكون ضميرنا أحبائي صافي إيجابي، شايف حالي شو أنا عم بعمل، أواجه أخطائي بمحبة. ولا إشي بيخليك واقف مكانك، يسوع بده إياك كل الوقت ترفع راسك وترفع قلبك نحو السماء وتقول يا رب دائما، يا رب ارحمني أنا الخاطئ، زدني إيمان وساعدني إن أنا أكمل حياتي. بشكركم أحبائي، ليكن سر التوبة دائم في حياتكم إلى الأبد، بنعمة الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين.